حافل ميركس دور صار منارة إشعاع للفرح. مننطره سنوياً بفضل إصرار الأخوين حلو دكتور فادي ودكتور زاهي اللي بيتحدوا كل الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها ونعيشها بلبنان لينشروا الفرح بأمسية ما بتشبه غيرها من الأمسيات. والدليل شعار الميركس دور لل 2023 Staying Alive. أجواء الميركس دور 2023 وكل التحديات اللي واجهت اللجنة التحكيمية نطلع عليها مع دكتور زاهي ودكتور فادي. أهلا فيكم بمريم تيفي. أهلا فيك. يعني دايما عنا إطلالة سنوية مثل ما كنا عم بحكي بالمقدمة بننطرها مناطرة لأنه دايما في مفاجآت، دايما في أشياء جديدة، دايما في شخصيات عالمية بنلاقيها هيك فجأة ما أعلن عنها بتجي مثل سوربريز بقلب الحفلة. أول شيء يعطيكم ألف عافية على مجهود السنة كتير حلو، بس خبروني قديش بتضلوا حبسين الأنفاس قبل العرض وقت التحضير؟ والسؤال للي بحب يجاوب تنتنا فينا نجاوب تفضلوا. يعني هو الإيفنت أكيد عم ياخد منا تعب كتير، أشهر تحضير وبتصير يعني مثل خلية نحل ما بتهدى، خاصة آخر مرحلة كتير كتير بده شغله، في كتير أكيد إذا بدك صعوبات بنواجهها وبنحاول كلنا نتخطاها تنقدر نصل للإيفنت، لأنه اللي بيحضر السهرة ما بيعرف إذا في وراها تعب وركض تقدر توصل لسهرة بهالمستوى. وعلى طول إحنا بنسعى إنه على طول يكون في شيء جديد، يعني التجدد الدائم، على طول أفكار جديدة، وبنخلي على طول مفاجآت، بنحاول قد ما فينا نحافظ إنه يبقوا كله مفاجآت طيب ينبسط المشاهد نهار السهرة. إذا أنت رحت على السهرة عارف كل شيء سلف ما بتنبسط مثل المفاجآت، يعني مش هيك بنسعى على طول يكون في مفاجآت. صحيح. شو التحديات اللي واجهتكم هالسنة دكتور فادي؟ هل هي محض اقتصادية؟ قدرتوا تلاقوا سبونسر بسهولة؟ يمكن أبرز الصعوبات هي اقتصادية نظرا للوضع اللي عايشينه بلبنان، ولا كل شيء بعده مكبل. صحيح. من ناحية البنوك، من ناحية يعني حتى السبونسر إذا بده يقدم مصاري صعب يسحبهم، ما هي الكل مكبل اقتصاديا. وطبعا البلد منه بلد طبيعي، لا في رئيس جمهورية، لا في حكومة عم تشتغل مظبوط، في أمور يمكن هيك تقنية أوقات معرقلة بسبب الوضع المكربش بالبلد، بس تعودنا يعني عبر السنوات كلها. دايما كل سنة في إلها تحدياتها، في سنين كان يبقى تحديات أمنية، في سنين انفجارات تصير الاقتصاد، دايما في مشكلة. مثل ما في مفاجآت بميركس دور، في مفاجآت بالبلد يعني كمان في سنة المازوت كان مقطوع أبدا، وكان رح توقف الحفل بسبب المازوت، ولعلينا نأمن المازوت قبل بليلة، وقف كل شيء وبعتوا كل الموظفين على بيوتهم، عدنا نركض لآخر دقيقة نأمن المازوت تتمشي الحفلة، ولا ما كان فيها تمشي. يعني دايما في تحديات، عطول تحديات موجودة، ونحن عم نكون أقوى من التحديات. هيدا تشالنج اللي عم بيصير معنا كل سنة. بس يعني لازم يكون واحد، بس بالأخير شو بيطلع كصورة للبنان لبرا؟ صورة حضارة أكيد، صورة ثقافة فنية، هيدا المطلوب، صورة فرح، وهيدا اللي تشكروا عليه عن جد، وانتوا اللي لازم تتكرموا على فكرة. شكرا. لازم اللجنة في السنة الجاية تعلن اسميكم، انتوا تطلعوا تتكرموا. في أهوات تحديات فنية، يعني شفنا آخر دقيقة دكتور زاهي دكتور فادي زرتوا زياد برجي لتحلوا مشكلة، كان في سوء تفاهم وتم توضيحه وإعادة المياه لمجاري، بس حلو منكم ما كان في أي خطوة اللي عملتوها يعني تجاه الموضوع. يعني نحن تجاوبنا مع خطوة سلام، يعني في اللجنة حبوا يكونوا وسيط بين الطرفين، ونحن بما أنه منا أصلا رافضين يغني الأغنية بالعكس، فتجاوبنا مع مسعى الخير، ودايما نحن رسالتنا رسالة سلام ومحبة وشي حلو للبلد. يعني فمش معقول يتصلوا فينا بمبادرة حلوة ونرفض وتقولوا لا. أكيد. حتى لو صار في على تويتر شوية، نحن ما بنطلع بهالأمور بصراحة، ولا عنا وقت نتابعها. بكل بساطة اتصلوا فينا أنه حابين نجمعكم سوا، قلنا نحن ما عنا مشكل، وكل عمرنا أصحاب مع زياد برجي. نعم. وما زلنا، وكان قبل بأسبوع داعينا نحضر له حفلته ب لاسان تبع ميشيل فاضل، وكانت سهره كثير حلوه ورحب فينا كثير، وكان يعني ما اظهر الا كل موده ومحبه، فمش معقول نبادل هالشيء بتصلب.
لو كان في شيء نوايا سيئه يمكن كان اختلف الموضوع، بس عند الطرفين كانت النوايا جيده. صحيح، هو السوشيال ميديا صار مطرح للتعبير السريع، الواحد انفعال سريع، يعني ما بينتبه شو بيحكي وبتنزت الجمله وبتخلق مشكله. هو اللي عم يسبب كل هالشيء هي بعض الاقلام الصفراء، يعني بيكتبوا حياة لشيء هذا على سؤال حقيقي على السوشيال ميديا زي. يعني بيكتبوا اي شيء واشياء خاطئه. نعم. هن عم بيأججوا اوقات خلافات بين الناس وبين الفنانين بيروجوا لها، يعني هن في بعض الصحفيين لسوء الحظ، يعني ما بعرف اذا فينا نسميهم صحفيين لانه بس هم وشغلهم انه يعملوا فتن بين الاشخاص. نعم. وهن عم يكتبوا اشياء خاطئه وعم بيأججوا الخلافات. هيدي الصحافه الصفراء هيدي شغلتها يعني على طول. ولا مع السوشيال ميديا صار اسهل عليهم من قبل. قبل كانوا يكتبوا ببعض المجلات بعض الصحف، هلا صار يعني اقل ناس تشوفها. هلا كل الناس بتشوف مثلا خبر على تويتر، خصوصا اذا كتبوا صحافه واخبار خاطئه. يعني احنا ياما قرينا اشياء خاطئه قبل الحفل، يعني اذا بدنا نجاوب على كل ما بنجاوب. بتقروا بتقروا دكتور زاهي بعد الحفل مثلا؟ مش على طول عنا وقت، بيبعثوا لنا، يعني بيبعثوا لنا اخبار انكتبت كلها في معظمها بيكون خاطئ، بس احنا ما بنرد. نعم. يعني خلص بعدين بتبين الحقيقه بالحفل، وبينت الحقيقه بالحفل رح نشوف هيك كل اشاده باللي صار، يعني فافضل واحد يحط وراه كل الامور الصغيره. يعني 100% بس هيدا افضل لكم لحتى ما تكونوا يعني عم تحبطوا كل مع كل المجهود اللي عم تعملوه، يعني خبر صغير ممكن يحبطوا للواحد. فاحلى شيء انكم ما نرد وما تقرون، واهضم شيء القافله تسير دائما بدل عن نبل هو انكم ما بتردوا. نعم، يعني ما بدنا ننزل لهال، يعني اوقات في اشياء كثير بتنكتب مستوى كثير متدني، يعني ما بدنا ننزل لهالمستوى. نعم. بفضل ما نجاوب، يعني افضل. يعني 100%. شو الجواب على نقد انه دائما في تكرار لاسماء فنانين مرقوا معكم بالتكريمات؟ هون نصلح الموضوع، لازم نوضح شوي. اكيد ما مش تكريمات، بالجوائز ممكن، اكيد ليش لا، يعني اذا فنان بكاتيجوري معينه هو الاول، ليه بدنا نغير عنه؟ طالما هو السنه الجديده كمان طلع الاول، مش ما بدنا نعمل اعتبارات انه اخذها قبل ولا ما بحق له لازم نغير اسماء. لا. اذا هو بحصيله المسابقه طلع الاول بتبقى الجائزه له لمزيد من المصداقيه، بالعكس لازم يهنونا. لا. على هالشيء 100%. يعني حتى بالاوسكار او بس اذا في اشخاص بياخذوا جائزه اكثر من مره، يعني اذا ممثل عمل دور برع فيه حتى لو اخذ قبل جائزه بيرجع بياخذها المره عن جديد. مخرج نفس الشيء، كاتب. هلا بعرف انه نقدهم يمكن منه بريء، بس ممكن تتناخذوا ببراءه، يمكن عم بيفكروا انه بركي تعطوا فرص لاشخاص ما اخذوا فرص لكثير ناس. يعني في كثير ناس ما كان عندهم ابدا، اذا بدك يعني ما كانوا معروفين مثلا بالعالم العربي، وقت اخذوا جائزه بيلاكس صاروا معروفين اكثر. لا نحن بالعكس بنعطي فرص كثير، بس ما فينا نحرم شخص هو فائز من الجائزه لانه سبق واخذها قبل. مثل ما قال لك في فرق بين التكريمات وبين الجوائز، فبالجوائز في تكرار، التكريم اكيد بتكرم مره، اذا تكريم لشخص مثلا عن مسيرته او شيء. لا التكريم مختلف، مختلف عن الجوائز اللي بيستحق جوائز يعني عمل. اكيد جائزه في عام هذه مسابقه مثلا عن مين هلا افضل ممثل لهالعام، اذا اخذها قبل وهالمره هو بيستاهل بياخذها مره ثانيه. يعني 100%. دكتور فادي، فينا نفسر شوي للمشاهد كيف بصير الشغل؟ يعني بتاخذوا عده مسلسلات من عده دول مشهوره بالدراما وبتطرحوها على لجنه التحكيم، في تصويت غير عن لجنة التحكيم ولا بس اللجنة؟ هلا اكيد اذا بدنا نشرح بشكل مفصل بدنا وقت، بس كله واضح. نحن كل سنة تطرح الاعمال تبع السنة المنصرمة. نعم. كل الاعمال تطرح بالويب سايت الخاص للميركس دور، وبيقترحوا الجمهور كمان اسماء اخرى، بس بيكون عندها اعمال تتكون بالكاتيجوري. طبعا اعمال بالسنة اللي اكيد اكيد ما فينا نعطي ننزل اسم فنان عن لا عمل. نعم. بده يكون في عمل محدد، يعني نعم. عن مسلسل اكس، عن مسلسل ايجريج، عن فيلم كذا، كلها تطرح وبتصير نقاشات باللجنه التحكيم. نعم. وبتبلش تصفيه مرحله ورا مرحله تنصير اخر شيء بالمرحله النهائيه، بتصيروا الاسماء كثير محصوره وعلى اساسها توضع النقاط من قبل اللجنه، ويلي بياخذ التوتال الاعلى هو اللي بيكون الرابح، بالاضافه بنزيد 30% لتصويت الجمهور، ويلي بيكون المجموع الاعلى بيكون هو الربحان، وبنبلغه وبنقول له الف مبروك.
لكن هون هو بيعرف الضيف حاله جاي يتكرم اكيد, أكيد. بس بالمرحله الاولى بس ترجع ذكر انه اذا كنا نحن ناسين اسم الجمهور فيه يرجع يطرح اسماء لانه على صفحه تكون المراكز يعني دول. اول مرحله بيكون مفتوح الاسماء يعني فيهم يطرحوا اسماء يمكن حدا قبل ما تروح على او راحت سهوة سقطت سهوا واللجان تحكيهم كمان اذا فاقوا على اسم بينزاد يعني فهي اول مرحله بينزاد الاسماء بعدين ببلش مراحل التصفيات بتنزل ينزل العدد بكل كاتيجوري لحتى تصير النتيجه النهائيه نعم والكلمه الاخيره اذا اختلفتوا على اسم لمين هو بجمع العلامات ما في كلمه اخيره لحدا يعني منا الامور هيك مثل توافقيه لا في ارقام تحكم نعم. في جمع نقاط. هي بتعطي النتيجه النهائيه اهميه المراكز دور كجائزه دكتور زاهي وهيك مثل ما سمعنا بالكلمة اللي بيقولوها الفايزين على المسرح تمنحهم شعور بالفخر رغم انه هن نجوم يعني اوقات بيقول لك النجم انا مش بحاجة الا لجايزة جمهوري هو جايزتي بس برضو لما يطلع على المسرح ويقف هاي الوقفة وخصوصا بالميراكس دور بتحسوا عنده اعتزاز وفخر لانه الميراكس دور صار اسم عنده مصداقية يعني اذا سمعت النجوم العرب شو حكيوا كلهم عم بيفتخروا بالجايزة لانه صار في كثير مهرجان جوائز، نحن يعني بلشنا من 23 سنة كنا الوحيدين على نعم بعدين صار في كثير صار في عملوا كثير مهرجان بس ما حدا انتبع انه يكون في مضبوط فئات وتصويت صاروا يجمعوا بعض الاشخاص ويكرمون، نحن مش هيدا ابدا، نحن في بروسيسوس طويل عريض بيبقوا عدة اشهر مثل ما فسرنا لك حتى تطلع النتيجة، يعني الشخص اللي عم بيفوز يعني عم بيكون بعد رأي نقاد ورأي جمهور، يعني عم بيكون فعلا انه مبسوط بجائزته لأنه جاي بعد تعب مش انه هيك مجرد انه نجمع بعض الاشخاص ونكرر. لما بيصير دكتور فادي اقتراح لمطربين ولكن شعبيين بيصير في جوا خلاف بين بعضكم يعني في معكم نقاد اعلاميين بيكتبوا عنهم احيانا انه مستواهم واطي بالغنى او بس هن نجوم في ناس بتنجم بس مستواها لا حدا عنده مستوى واطي بياخذ جائزه ابدا لا قول هيدي ما صارت معنا ولا هيدا النقاد شو بيقولوا لا حتى النقاد نحن اللي معنا ما مستواهم بيقولوا مش عاجبهم ولا حدا ب 23 سنه كان مستواه واطي واخذ جائزه هيدي كون اكيد يعني هلا لانه انا برنامج الصحافه صفرة ما بسمي بعض الاوقات الاراء انه ليه ما بتعطوا فلان انه لان كثير شعبي يمكن او لان اغانيه ما كثير فيها ايميل الكلمة او شيء 100% بالعكس عم بيطالبوا بهالشيء لبعض الاقلام نعم نحن دائما محافظين على مستوى معين يعني الفنان يلي بده يربح بده يكون في حد ادنى من الفن الراقي ان كان من حيث الكلمة من حيث اللحن من حيث الاعمال وكلها يعني اعمال نعم. رح نضلنا نشوف يعني ممكن حدا شعبي بس مش مستوى متدنى يعني ممكن ينجح حدا عامل اغاني شعبيه حبوها العالم بس لها حد ادنى من المستوى ما بنعطي ابدا لحدا ما عنده مستوى هيدي يكون اكيد يعني نعم كيف تتلقوا الانتقادات ثاني يوم هيدي عرفنا هلا منكم انه نو واي ما بتردوا عليها بتاتا مش بس ما بنرد عليها ما عم بس بيعطوكم فيدباك يعني شباب لجنه التحكيم بيعطوكم فيدباك بس الفيدباك عم بيكون كثير ايجابي بالعكس السنه كان كله انتقادات ايجابيه وتهاني يعني ما شفت ابدا فيدباك سلبي لا نشكر الله يعني اذا بدنا نقول هيك شوي عن الفنانين المميزين العالميين كل سنه عم بيكون في حدا او موسيقي عالمي مثل السنه الماضيه كان في اوسر والسنه كمان كان في عندنا من تركيا كان من اهم الاشخاص اللي تكرموا بالميراكس يعني وهو اسم كتير كبير اهم مطرب اوبرا تينور بالعالم كله نعم. وكان جاي وبعتني له حتى بطاقات سفره وحجزني له الاوتيل وكان كل شيء ماشي تمام لسوء الحظ انه قبل بيومين من الحفل بيزحط وبيكسر كتفه فمشان هيك ما قدر اجا كنا اوريدي كل شيء جاهز يكون موجود معنا وكان مستعد يغني لنا جرانادا يعني اللي هي اهم مقطوعه هو غناها يعني وكل التحضيرات كلها قايمه على الوضع بس لسوء الحظ صار هالكسر بعثنا فيديو اعتذار وشكر شفتوه يمكن على شفناه على الشاشه طبعا حتى كان يعني في بيتر بيانو الخاص فيه كان وكنا عم نجهزه تيكون دوماج بتصير ظروف اوقات خارجه عن اراده الجميع نعم حيلا ايفنت 100% مهم انه النتيجه كانت
كلها جيدة وعلى مستوى عالي. الحمد لله. رح نضل نشوف هيك صور عن المكرمين واللي حصلوا على جوائز خلال الحديث. هلأ بهم مريم تي في جائزة التميز الفني لفئة النساء، هذه حبيتها كثير منكم. هيدي كان لي اول مره بسمعها حقيقه، ولفت كثير مهمه ضروري تكون هي حصلت عليها. عبير نعمة. عبير نعمة نعم. احلى صوت فعلا عبير، يعني بتستاهل كل التقدير. انسانه راقيه، عم تعمل شغلك على مستوى كثير عالي. عبير هي الوحيده اللي بتغني ب 27 لغه، يعني صحيح كثير صعب. وبعدين كان في شيء كثير مميز انه شركه لوريال ريال باري الفرنسيه طلبوا منا اسماء نجوم مكرمه، يختاروا حدا منهم يعطوه جائزه وومن اوف وورث، الامراه ذات قيمه، الامراه. فاختاروا بين كل الاسماء عبير نعمه، وفكان عندها الجائزه الثانيه. فتحياتنا لعبير، وان شاء الله تكفي هيك على المستوى العالي. هل جائزه التميز الفني للنساء دكتور فادي رح تكون دائما لفنانه مطربه، اما رح تكون ممكن تكون ممثله، ممكن تكون باي اطار ثاني؟ هلا دائما بالميركس كل سنه في شيء جديد، في شيء بيتميز يعني. نعم. هلا السنة الجاية ما بعرف شو ممكن يكون. معقول تنشال؟ لا خلينا اياها. لا ان شاء الله بتبقى، يعني ان شاء الله بتبقى، بس ما بنعرف مين رح يفوز. اي طبعا هيك قصدي. دائما ما بنعرف قبل عندنا تجدد وعندنا اسماء جديده وعندنا في المواقف الانسانيه الحلوه اللي بنشوفها دائما بالميركس دور. السنه هيك برز مشهدين لفتوا لي نظري، يعني انه ماجي غصن مع انه زوجة المنتج وفنانة كبيرة هي عم بتسلم الجائزة لمنافستها. نعم لمنافستها. هذه شغلة حلوة يعني، فيها هيك في كتير مرات لمسة تواضع حلوة. نحن بنحاول على طول انه فنانين يقدموا لبعضهم، مش الكل بيقبلوا، بس انه برافو لماجي على الخطوة هيدي اكيد. نعم. وايضا شفنا مصالحة مع نوال الزغبي ومحمد رمضان. هيدا الشيء كمان شهدوا الميلاد عدة مرات مصالحات، يعني سبق قبل وجمعنا الفنانات اليسا وهيفا وهبه وتصالحوا كمان على مسرح الميلاكس، ومره الفنانه اصاله مع الصحفيه نضال احمدي كمان تصالحوا على مسرح الميلاكس. صار في عدة مرات مصالحات، يعني نحن على طول بنسعى لهيك. هيك مصالحات بتخبرون قبل ليكونوا لما يعملوا مفاجآت على المسرح؟ بحاول يكون مفاجأة. لا اجمالا مفاجأة. هو لان بالميركس بتعرف الفنانين مش دايما بيلتقوا مع بعضهم. نعم. الميركس هي مناسبه تا يجتمعوا في اوقات الضاد مع بعضهم، فنستفيد من هالمناسبه تنقرب الفنانين لبعضهم، تنصفي بعض الخلافات القديمه. ما في احلى من المحبه حلوة يعني. دكتور فادي يعني هي بتكلل دايما الايفنتات اذا ما كانت فيها هالنفحه المحبه ما لها معنى. اكيد. في فنانين نادر يعني يمكن مش ملتقيين ابدا مع بعضهم، بتصير انه بالميركس بيجتمعوا، بصير في تعارف، بصير في تلاقي. فحلوه كثير انه لان بيعرفوا بعضهم يمكن السوشيال ميديا، بيحضروا بعضهم على التي في، بس ولا مره التقوا. بالميركس هي فرصه انه يلتقوا عن قرب ويصير في هيك مودة. ايفنت المودة سميه. نعم. دكتور زاهي هيك اخر سؤال، لمين بدنا نقول ثانك يو بهالايفنت؟ مين مساعدكم اليمين؟ مين يعني اذا اقول مين اكثر حدا بيتعب هلا معكم؟ هلا اكيد في السي بدور وفريق السكاي هاي. تحية لالسي، دائما بنعزمها معنا لانه كمان هي اكيد دينامو المحرك. حتكون ضيفتنا قريبا ان شاء الله هيك لنحكي كمان عن هي انجازاتها الاعلاميه. واكيد تحيه لكل الفريق العامل، يعني كان المخرج توني اوجي او المنتج المنفذ رالف معتوق، لميشيل فاضل ويعني اللي اهتم بكل شيء موسيقى، وزوجته اللي اهتمت بالجرافيكس جوال. في يعني ما بدي انسى حدا لانه فريق كثير. لوريال باريس، لوريال باريس اللي عم تستضيف الفنانين، فادي الراعي، ايجيبت اير، روجي باخوست، روجي باخوست للصوت، شادي سعد كمان، يعني ما بدي انسى حدا بخاف لانه كتار. لللبس كمان رامي سلامون لبسنا كثير حلو. رامي مبدع كرياتيف. زوجتي والوالده يعني كان كله. ايضا سليم متري و لبس عدد كبير. صالح بزه كلير تريم. في كثير مشاركين يعني فريق عمل كثير كبير. فردا انا كمان اعطونا عم بيتعبوا خلال السنه كلها. كمان عده اجتماعات كمان تطلع. تحيه للكل. تحيه للكل، يعني بنخاف ننسى لانه فعلا فريق عمل كثير كبير وكلهم محمسين كانوا كثير وعم يعطوا من قلبهم. اي ماستر ديجيتال، تينا خلبرجي للويب سايت،
يعني الله يعوبيكم انتم كل فريق العمل، وننطر كل سنه منكم. وبدي اذكر انه عندكم كمان ايفنتات برات لبنان، مش كل سنه يعني بلبنان، مش كل بس اوقات بتعملوا حدث برا. ايه يعني عملنا بدبي خاص بالمنطقه اللي عم تعملوا فيها. صحيح. انا بدي اتشكركم دكتور فادي الحلو، دكتور زاهي الحلو، كل سنه بكل تواضع بتقبلوا دعوتنا وبنشوفكم وناخذ كل التفاصيل بعد الايفنت. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. بريك وبنرجع بنواصل.